أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. مقتل سياح من المكسيك ومصر بطريق الخطأ في الواحات. ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين. والسيسي يهنئ المكسيك بالعيد القومي. استقالة حكومة محلب. السيسي بعد استقالة الحكومة: أنا محتاج محلب جنبي. علشان إيه؟ هو في جنبك. الدولار يقفز إلى مستوى قياسي بالسوق السوداء ويسجل 8.75 قرشا. مين حضرتك؟ أنا الحراق. لجنة انتخابات المنوفية تمنح رمز السفينة للمرشح أحمد عز. كده احنا بنغرق بنغرق. رسميا استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان. مبروك عليكم وعلينا. السجل المدني يستخرج بطاقة شخصية لفتاة ذكر وأعزب. اتنين. مرتضى منصور: لو طلب مني أتعين وزير أختار أن أكون وزير الأدب. ده بقول كلام عبط دلوقتي، ده راجل عبيط. مصر استوردت جمبري وتفاح وأكل كلاب بقيمة 39 مليار جنيه خلال 5 أشهر. كل شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات. قيادات كنترول أسيوط يدرسون مقاضاة طالبة الصفر. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ جامعة القاهرة دفع المصروفات الدراسية بكروت شحن. لو عايز ابعتي رقم كارت شحن ب50 جنيه. صورة الأسبوع: الفنان محمود عزازي الراجل اللي تحت يوجه رسالة إلى جمهور 90 ثانية. أنا رجعت من السفر أخيرا. أولا بشكركم على التعليقات الأسبوعية الجميلة اللي كنت بقراها الغير متوقعة الحقيقة، لأن إحنا كنا بنهزر. ثانيا بعتذر لكم أن أنا مش قادر أكمل 90 ثانية الفترة اللي جاية، وبعتذر لأصدقائنا اللي شغالين على 90 ثانية، وبتمنى لهم استمرار النجاح، لأن أنا مرتبط يعني بتحضير عمل فني كده ربنا يوفقني فيه إن شاء الله، ونتقابل قريب. سلام. هين شكر ستايل. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع. فوتكو بعافية.